شوف النيرفات بتاع سيكشن 6. المهم ده المانديبولر نيرف، وده اللينجوال، وده المانديبولر فلوي، وده اللينجوال، وده البكر. بعد كده في واحد صغير كده جنب البكر اللي هو ايه، اللي هو الترجوي الصغير ده. بعد كده في واحد كده ماشي فوق اللي هو المسيترك. بعد كده في تحت المسيترك واحد صغير اللي هو الديب تيمبرا كده. في واحد فوق كبير اهو اللي هو ايه، اللي هو السوبرفيشال تيمبرا. سوبرفيشال تيمبرا هنشوف المسل اللي بتعمل ماستيكيشن، مش كلهم يعني، بس المهم العضله دي كلها اسمها الباكسينيتور. الباكسينيتور بيتكون من تو بارت، الجزء ده اللي هو البكال بارت، الجزء ده اللي هو المولر بارت اوف ذا باكسينيتور ماسل. في سليفر جلاند فوق هنا اسمها الدورسال، الدورسال بكال سليفر جلاند. وفي تو فين، واحد من فوق واحد من تحت. الفين اللي من فوق اسمه الريفلكس فين، واللي من تحت اسمه الباكسينيتور فين. بعد كده العضله دي اللي هي تحت الودن كده اسمها الاوكسيبيتو مانديبولارز. تحت الاوكسيبيتو مانديبولارز دي في اوكسيبيتو هايويد اهي تحتيها كده على طول. بعد كده العظمه دي اسمها الستايلويد بورسس. الستايلويد بورسس جنبها عضله كده اللي هي الستايلو هايويد ماسل. جنب الستايلو هايويد ماسل في عضله اسمها ايه، البوستيريور بيلي دايجاستريك. بعد كده في انترميديت تندون، بعد كده يدخل على الانتيريور بيلي دايجاستريك. بعد كده في ايه تاني، في عضله فوق عند العين اسمها التمبراليس ماسل، هي طبعا مش باينه في العينه دي. بعد كده هنا في عضله بتغطي المنطقه دي كلها اسمها الماسيتر ماسل. تحت الماسيتر ماسل في البون بتاعت المانديبول، لو شلناها هنشوف عضلتين الميديال واللاترال تيروجويد ماسل، بس طبعا مش باينين في العينه دي.